ايه يا ولد؟ انت يا ابني لا 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 يا عم اسمع بس هو عايز ياخد قلم على وشه ايوه صح انا مش هديك الفرصه دي اتكلم كمل يا سياده المستشار كمل يا باشا اسلم يا باشا منور الدنيا مع المستشار ثانية واحدة يا ابني اللي بيقول لي روح مستني تليفون امك اتفضل يا سياده المستشار كمل عايزين نكمل كلامنا مع المشروع انا كنت واقف قدامه انا ست المستشار عليا جنب كده تعالوا في الركن هنا يا جدعان بص يا جماعه ست المستشار فحضرتك وقفت عند غرفه المداوله تعالى عندي تعالى رجلي يا ابني يا جماعه مش عارفين نتكلم هو بيدي وجهه منع شنبك من هنا والله طيب يا عم خد نقطة شوية كده مصطفى حسن الموبايل عايزوها انا خايف على الموبايل ايه يا جدعان واحنا بنلف برويتك يا سياده المستشار اكتر واحد عامل ازمه والله مهرجان الجونه مهرجان الجونه لازم نعلق على مهرجان الجونه مهم وكلام مهم بس اتفضل يا مستر انت ضربت غلط انا غلط غلط ينفع عيد ثاني واحده يا ابني بقول لك ايه مش هكلمك خلاص اتفضل يا معلم الشهر كمل كلام حضرتك اتفضل انت ضربت يعني كمل يا مناخير انت خلاص ضربت وحصلت الواقعة انت بتصور ليه ينفع بتصور ايه كان في واحد بياخد سيلفي ثواني عيل اسمه ميلا يا عم انا بحبه يا عم عامل في غرفه الملابس تمام ينط هو انا اللي معاده في المقصوره ينط من المقصوره وينزل عايز يضرب الاماراتيين 10 من بتوع الايجاريين بتوع الزمالك يحشوه وهو مصمم يضربهم اقسم بالله كلامه بملايين هيرد على السؤال طب احنا عايزين نسمعه هو مش بيسمع كده سيبه يتكلم بس سيبه يتكلم كمل يا ست المستشار كمل كمل يا ست المستشار كمل انا اسمع حضرتك سعيد حسن غلط خلاص اللي عايزونها زقه والله الموقف المحترم ايه رئيس لجنه العار اللي اسمه حسين كشري او حسين حنفي المفروض يخش اوضه اللبس